بعد 8 سنوات اتوجهنا لحكومة غزة ووافقوا لهم 5 شهور وأخذوا كل الملفات منا، لكن وعودات 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 لحتى الآن ما تلقيناش أي كلمة صحيحة. احنا بنطالب كل المسؤولين بحل قضية شهداء 2014. أنا بس عندي سؤال، هل هما شهداء 2014 إلهم ذنب في الحرب أو هم طلبوا الحرب بإيديهم؟ احنا بدنا حقنا، حق شهداء 2014، 8 سنوات بتنا على الرصيف، بتنا على الشوارع، ولا من مجيب، ولا ما احد سمعنا، ولا حد جاي، ولا حد معبرنا. يعني هم يتغنون بمقوله الشهداء اكرم منا جميعا، اين هم من هذه المقوله اكرم منا جميعا؟ مش طالبين المستحيل، احنا اسوه بما باهالي الشهداء اللي سبقوا، احنا بنطالب نكون زيهم، مش اكثر ولا اقل. 8 سنين واحنا نطالب في رام الله، هم يوعدونا وعدات ورا وعدات ورا وعدات. كل لحظة بتمر على أسرة الشهداء فهي ضرر إله. هيك هي زي ما أنت شايف، كل هيتم هذول أرامل شهداء وأمهات شهداء وأبهات شهداء وأبناء شهداء، كلهم محتاجين إنهم أنتم تقفوا معاهم.